معلش انا هنا يعني حياتك هو صحيح مش موضوعنا، لكن حضرتك انا بدون ما اعرف طبعا مين هذا الشخص، لكن بما انه بتقول بعرفه من زمان، واضح ان هو حد مهتم بالشأن العام طبعا، وواضح ان هو بالتالي هيكون حد قارئ ومثقف وكل هذا الكلام، يعني مش حد قليل الوعي او التعليم أو صحيح. صحيح. طب معلش انا عايز اعرف يعني لما 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 انا اكون حد عندي نسبه معقوله من الوعي والثقافه يعني، وبعرف اقرا وممكن اقرا قبل ما انشر، يعني ايه اللي خليني انشر كلام زي ده؟ انا اعتبر الحقيقه ان هذا العنوان بالنسبه لي انا كمواطنه مصريه، انا اعتبر ده سب وقصف من بلومبرج، يعني هو مش مجرد معلومه مغلوطه، لما يكتب لي عنوان زي ده ده في حقي قصف وسب لبلدي، انا ارفضه ولا اقبله. ليه شخص زي ده صح. او غيره بهذه الدرجه من الوعي ينشروا هذا الكلام؟ وانا الحقيقه مش يعني مش بتكلم عن اي اشخاص، اني ما اعرفش مين الشخص، لكن انا بتكلم في المبدا، ليه انشر حاجه بهذه القدر من الاهانه البلدي قبل ما اقرا طيب على الاقل واشوف انه الكلام ده غلط وكلام فاضي. السوشيال ميديا خلقت مجموعه من العادات وللاسف ربما كمان الاخلاقيات. السوشيال ميديا بتتميز بانه مين اللي يسبق التاني ومين اللي يجيب مشاهدات اكتر من التاني، وده الحقيقه اثر على الكل. كل حتى لو هنشر حاجه غلط، شوفي انا مش عايز استخدم تاريخ مضطر استخدمه، يعني حاله ادمان السوشيال ميديا، في حاله ادمان اصبحت عند الشاب الصغير جدا اللي عندهش اي خبره، وعند الرجل الكبير الواعي، وعند الشخص العام. اللحاق بسرعه النشر واتساع النشر ده اصبح الحقيقه شيء يعني يعمي عن التروي. التروي ده مش معناه استنى ثلاث ساعات بس اقرا، انا قريت العنوان ارجع، وده في ارجع للموضوع. الموضوع احنا برضو حتى قبل ما نكلمهم وقبل ما ننشر قرينا الموضوع خمس مرات، مش بعيني انا واربع زملاء او ثلاث زملاء تانيين. ليه؟ عشان اتاكد، عشان يبقى الرد في مكان وما تجاوزش او ما اتنازلش. صح. وبالتالي دي مساله الحقيقه انا بارجو من كل يعني محب، مش عايز اقول اي حاجه للسوشيال ميديا، لا للسوشيال ميديا الاول، مش هقول مدمن، انه في حالات فجه زي دي لما بلومبرج تقول التعبير ده، ده معناه انه في مصيبه تحت في الموضوع تستحق القراءه. ما هو انا مصري للبيع، طب ما انا اشوف بتتباع ازاي. بلومبرج دي بتاثر في الاسواق العالميه، بتاثر في شركات التقويم الدولي، بتاثر في الحكومات، وبالتالي من الضروري لما تقول لي العنوان ده وانا خايف على بلدي وبحبها، ده انا هكتشف حقائق غير ما اعرفهاش. فاقرا الموضوع، بعد ما اقرا الموضوع أقرر انشره أم لا، اكتب تعليقي ده كويس ده وحش، دول فعلا بجد. طب وبالتالي ده ربما يعني انا باخد الدروس لنفسي، انا مش دروس لحد، ربما ده يديني انا شخصيا، انا مش مدمن سوشيال ميديا على الاطلاق، يعني انه اتأنى شويه اقرا النص كاملا وبعدها انا حر في تعليقي، لكن يبقى تعليقي مطابق للنص مش مطابق لعنوان وضع خطأ او غرضا ايا كان يعني السبب. لكن في النهايه المعالجه بتاعتنا، وده الحقيقه يعني هيخلق وخلق، ودي مش الحاله الاولى، درجه من التفاهم مع وسائل الاعلام الدوليه الكبيره، لان احنا مش من مصلحتنا ان احنا نفتعل ولا هم يهاجمونا خناقه ولا هم يهاجمونا زورا، لكن من المهم ان احنا نوصل دايما، وده اللي نطلب بيه وختمنا بيه البيان. احنا يا جماعه في حاجه اسمها معايير متفق عليها دوليا للصحافة، احنا بنحتكم ليها، ودي امور مش بنخترعها احنا، احنا مش احنا اللي وضعناها، دي موجودة غربا وموجودة في كل جريدة وكل تلفزيون وكل مجلة عندها ده قد كده، وعندها حد، والست دي اسمها ايه؟ الرئيس الدولي للمعايير التحريرية، دي شغلتها كده، يعني انها تراجع شغلها. وبالتالي احنا بنقول لهم عشان خاطرنا التزموا بمعاييركم مش بمعايير، احنا ما عندناش يعني اعتبرونا خاليين من المعايير. ده بيخلق هو يعني شيء من اولا الاحساس بالذنب اللي مبني على حقائق، احنا ما قلناكوش لا شتمناكم ولا قلنا لكم انتوا فيكم العبر، احنا بنقول لكم انتوا حصل خطا وادهوا. هم الحقيقه ده خلاهم استجابوا فورا، وللامانه احنا بناء علاقات ثقه مع وسائل الاعلام الاجنبيه سواء لها مراسلين في مصر او ما لهاش، انا بعتبر ده من اول واجباتي المهنيه كصحفي وكنقيب صحفيين سابق، ولا اخاطب حد فيهم كلهم ايا كان موقفه الا بانه زميل. والزميل يقتضي منه الامر الموضوعي،
احنا الموضوعيه دي ما تعنيش انه مش من حقه ينتقد السياسات المصريه، من حقه تماما، ومن حقه يوصفها باللي هو عايزه، لكن في اطار معلومات صحيحه، وفي اطار وصف لا يتجاوز القوانين والاخلاقيات، ويكتب اللي هو عايزه. هي دي حريه الصحافه، وده اللي بيتطبق هناك. ما ينفعش الكلام ده يتكتب في اي دوله من الدول الغربيه وفي هذا الخطأ الفادح، ده يعاقب عليه القانون، وبالتالي احنا بنقول لهم عاملونا زي ما بتعاملوا نفسكم، مش عايزين منكم ولا حاجه ثانيه.